فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو صليت إماما بقوم اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لو صليت إماما بقوم قد اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لا، لا تجهر بها، ما دام السنة عدم الجهر بها أنت تسرها لأجل أن تعلمهم أن السنة عدم الجهر بها، هذا وقت حاجة البيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا خشيت فتنة، يعني بعض الناس يتعصب لمذهبه ربما يحصل فتنة، إذا خشيت فتنة اجهر بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.